بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في اليوم التالي من رواية ست شامية. إذن كما أخبرتكم سأشتري إيميلات من جوجل وأبيعها. الإيميلات هي فلوس، لكن فلوس على الإنترنت، لأن كل إيميل له رقم، وكل فلوس ورقية، كل دولار له رقم، صحيح؟ فالإيميلات مربوطة بالدولار، وكل عملات الدنيا الورق هي عملات رقمية ما لها وزن، يعني في الهواء. طبعا الإنجليز هم اللي بدأوا هذه اللعبة، يعني الدولار هو مستند والإيميل مستند. طبعا الأمريكان بدأوا لعبة الإيميلات، يصرف لحامله الدولار ولا الجنيه المصري ولا الجنيه ولا الريال السعودي، يصرف لحامله، يعني ممكن أي دولة تطبع زيادة وخلاص، وتدي رواتب وتدي حاجاته ماشي. لا أريد أن أطيل. نعود للقصة والأحداث في القهوة في مصر على محور المرثية، بالقرب من اللبيني، بالقرب من ترسا، في أحد المقاهي. كان القاص يجلس وحوله المثقفين، فقريب منه مثقف وبعيد عنه هذا المشاغب كان من غير المثقفين اللي هم البلديات، يعني كده اللي كان يقول ازاي من بعيد وكان شاغب. المهم المثقفين هم متشوقين لسماع كل ليلة القاص يأتي إليهم ويقص عليهم الرواية المفقودة، لأنه هي الرواية باللغة العربية غير مكتوبة، مكتوبة باللغة الإنجليزية. من كتبها؟ طبعا القاص والقهوة وهذا عام 1490، يعني عام 2070. كان يقرأ عليهم رواية عمية تكحل مجنون، فاحتاروا المثقفين كيف القاص هذا بيده رواية، هل هي باللغة الإنجليزية؟ اندثرت اللغة الإنجليزية، ما في أحد منهم يعرف الإنجليزي، فهذا كان أحد المثقفين. يعني خلينا نتكلم دائما القريب من القاص والبعيد عن القاص، قريب من القاص مثقف، كان يدرس في جامعة القاهرة، فذهب إلى المكتبة ووجد الروايات التي كتبت في عام كتابة الرواية 2021، فعرف قصة
والإجابة على السؤال كيف القاص هذا أصبح يروي الرواية بالعربي، لأن كل الروايات كل ما يقول القاص هو كان مكتوب بالإنجليزي. فالكتاب هذا اللي عنده هو الوحيد اللي بالعربي، النسخة الوحيدة اللي هي القصص اللي يحكيها. طبعا لسه ما جاء القاص، فالليلة حيأتي القاص وحيتم الحوار معه. دخل القاص القهوة، سلم وردوا التحية بأحسن منها، وجلس. وصاحبنا ما زال إلا بعيد عن القاص موجود، وهو البعيد ما قرب، يعني جالس بعيد ما في مكان له. فالقريبين المثقفين قال أحدهم للراوي قبل أن تبدأ أو القاص: أنا وجدت كتاب عن الرواية. قال له: حسنا، بالعربي ولا بالإنجليزي؟ قال له: بالإنجليزي، بس أنا ما أعرف إنجليزي. قال له: أنا وردت الرواية عن جدي قبل وهي مكتوبة بالعربي، وهذه اللي أنا أحكي لكم منها. فارتاحت المجموعة إنهم حلوا اللغز، كيف الرواية عند القاص مكتوبة بالعربي وما في رواية مكتوبة في العربي في السوق. فأصبحت الرواية نادرة، يعني ممكن إنه يدفع له 100,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، 300,000، مش هيبيعها. طيب هو بياخد فلوس منهم؟ لا، برضو هذا الشيء تعتبر يعني ثقافة، يعني هو سعيد يقرأ عليهم الرواية إلا ما في السوق الكتاب الوحيد. وللأسف ما في مطبعات ولا آلات طباعة، يعني إذا أراد أحد أن يكتب باليد خط يحكي لهم رواية عمية تحك أو عمية تكحل مجنونة. فأخبرهم أن هذه الرواية فيها رموز عن الأمة اللي اندثرت، عن الإنجليز اللي راحوا أمريكا أخذوا العبيد ودوهم أمريكا. بعدين يعني هي رواية كبيرة، وهو بيختصر، يعني يمكن رواية يمكن 10 مجلدات. فهو بيقول لهم القصص. بدأ القاص قال: أخبرتكم أن الإنجليز كانوا في 2021 وخاصة في أمريكا خدعوا من الصينيين، فكانوا يعتمدوا الأمريكان على الصينيين في شراء سراويلهم، سراويل الرجال والحرير. المقصود من السراويل كأنه كانوا يلبسوا سراويل، يعني تحت وفوق وكل اللي هي البدل، إلا الآن ما حد يلبسها. كل الناس الآن يلبسوا سراويل من أوطانهم،
فأصبح الأمريكان يحتاجوا شراء السراويل، وأصبح الصينيين، هذا قبل 10 سنوات، سلبوهم كل فلوسهم في بيعهم السراويل، صاروا يخزنوا سراويل ويلبسوها، وهم دحين لمدة 10 سنين بيلبسوا السراويل، يعني كل واحد عنده 100 سروال وكل واحدة عندها 100 سروال، هذا تقريبا راس مالهم. أتوقعوا أنهم يجون هنا في الحسين يشتروا سراويل، يعني السياحة اللي يجي يشتري سراويل ويأخذها في السفينة ويروح يبيعها في أمريكا، لأنه الصينيين وقفوا بيع السراويل. فكانوا في 2021 الأمريكان يبيعوا الإيميلات، وانتم عارفين دحين ما في إيميلات، والصينيين يبيعوا السراويل، وحتى الصينيين استغنوا عن الإيميلات وسووا هم لهم إنترنت وحاجات، ومنعوا الإنترنت. فإلا في آخر البعيد عن القاص تدخل، قال يا شيخ يا قاص يا سيدنا ايش الانترنت؟ كمل القاص قال انا ما اقدر اجاوبكم على اسئلة انا ما اعرفها، ما اعرف الجواب عنه، لكن في القصة انها شبكة عنكبوتية، فالامريكان نشروا الشبكة لكن ما قدروا ينشروها في الصين في 21. وقبل كمان كم سنة الصينيين أوقفوا بيع وشراء الشبكة العنكبوتية والإيميلات، وفضلوا هم يبيعوا السراويل إلى الأمريكان وإلى العالم كله، حتى على أمتنا العربية. طبعا وضع أمتنا العربية كأنها هي أو هو كوطن أو هي كأمة، كأنهم كانوا هم يدعموا الإيميلات والإنترنت والشبكة العنكبوتية، يعني كأنهم هم تقريبا في تشبيه أنهم يكحلوا، طبعا بسبب أنهم يعني عمي عن الأمة العربية، عمية أنها تسوي زي الصين. الصين فتحت، وقلنا الصين يأكلوا أو يسرقوا الكحول من العين، أما العربي الأمة العربية فقاعدة تكحل المجنون. فكأنه راوي القصة يعني هناك رموز، رغم أن المثل هذا موجود من قبل 150 سنة، وهو في الرواية الأصلية رواية 6 شامية، عمية تكحل مجنونة. اليوم نوقف عند هذا الحد، نترككم تستنوا الأمريكان يجوا وتجهزوا لهم السراويل بجميع المقاسات في الحسين، وانتوا ما تحتاجوا تشتروا السراويل من خارج الأمة العربية.